اهلا بيكم سنه تانية اعدادي. النهارده ان شاء الله مع تقويه هنعمل مراجعه ليله الامتحان. النهارده هنتكلم عن الجغرافيا، معاكم ميس اماني كمال. تعالوا نبدا باول حاجه بنشوفها على طول في كل الامتحانات وما ينفعش يجي امتحان من غيرها، وهي الخريطه. محضره لكم النهارده بعض النقاط المهمه اللي مرت علينا في المنهج في مجموعه من الخرائط. تعالوا نشوف اول خريطه. بيقول لي واحد دائره عرض رئيسيه. نفتكر بسرعة إن الوطن العربي بيمر فيه دائرتين عرض رئيسيتين، طب يا ترى هنا بيتكلم على أنهي واحدة؟ إيه ده، دي اللي بتعدي في الجنوب، هيبقى على طول بيتكلم على دائرة الاستواء. رقم اتنين مضيق، أبص كده رقم اتنين هنلاقي إن المضيق ده بيربط ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، يبقى على طول بيكلمني على مضيق جبل طارق، ممتازين. طيب رقم ثلاثة جبال، أوه الجبال دي موجودة في الجناح العربي الأفريقي، ودي سلاسل جبلية كبيرة جدا بتمتد في دول المغرب العربي من الغرب إلى الشرق، موجودة فين؟ في المغرب والجزائر وتونس. الجبال دي على طول هتبقى جبال أطلس. رقم أربعة المحيط، تعالوا نفتكر إن الوطن العربي بيطل على محيطين، محيط في الغرب ومحيط في الجنوب. طيب رقم أربعة ده المحيط اللي في الجنوب، اللي هو كان اسمه المحيط الإيه؟ المحيط الهندي. رقم خمسة إقليم مناخي، اتعرفنا في درس المناخ إن الوطن العربي ينقسم إلى 3 أقاليم مناخية. تعالوا نشوف مع بعض رقم خمسة ده أنهي إقليم من الأقاليم المناخية. وسط الصومال، نعمل ريفرش كده للذاكرة، هنلاقي إن وسط الصومال الإقليم بتاعها إقليم مداري، مش هي لوحدها، ده كمان معاها جنوب موريتانيا، وكمان جنوب السودان، وكمان جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. الأماكن دي كلها إقليم مداري. رقم ستة جبال، الجبال دي أخدناها إن هي تحد الوطن العربي من الشمال الشرقي، وشبه حرف السين مقلوب، هتبقى جبال كردستان. رقم سبعة عندي هضبة، الهضبة دي موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية. تعالوا نفتكر إن شبه الجزيرة العربية فيها 3 هضاب، هضبة في الشمال اسمها بادية الشام، هضبة في المنتصف نجد، وهضبة في الجنوب هضبة حضرموت. طيب يا ترى هو بيتكلم على أنهي؟ ممتازين سمعاكم، هضبة حضرموت. دولة بيها فائض سكاني، أبص على رقم 8 معروفة طبعا بلدنا العزيزة، هيبقى بيتكلم عن مصر. رقم 9 جبال، عشان أقدر أجاوب رقم 9 دي تعالوا نعمل استعادة كده لمعلومات أخدناها. أخدنا إن المنطقة دي فيها أو تعرضت لحركات انكسارية أدت إلى تكوين جبال انكسارية والبحر الأحمر. طيب الجبال الانكسارية موجودة في الجناح العربي الأفريقي باسم جبال البحر الأحمر، أما لما جت الجناح العربي الآسيوي بقى منقسمة لمجموعة من الأسماك. فعندي مثلا في شمال هنا في السعودية عندي اللي هو رقم 9 ده جبال اسمها جبال الحجاز، أما تحت شوية هنلاقي إن هي جبال عسير، وداخل اليمن هيبقى اسمها مرتفعات اليمن. يبقى الجبال اللي هو بيقول لي عليها قصده هنا جبال الحجاز. رقم 10 مضيق، تعالوا نفتكر مع بعض ايه المضيق اللي بيربط خليج العربي وخليج عمان، مضيق هرمز، ممتازين. تعالوا نشوف خريطة تانية بمعلومات جديدة. هنا بيقول لي دائرة عرض رئيسية، تعالوا نبص كده ايه دائرة العرض دي؟ مدار السرطان، ممتازين. اتنين المحيط، ده غرب الوطن العربي هيبقى المحيط الأطلنطي. رقم 3 هضبة، ايه ده يعني ايه الهضبة اللي هنا؟ هقول تعالوا نفتكر مع بعض ان انا عندي هنا سلاسل جبليه اللي هي جبال اطلس. طيب عندي جبال اطلس دي موجوده عندي في الشمال باسم جبال اطلس التل، وفي الجنوب اطلس الصحراء، وتقطعهم في النص هضبه اسمها هضبه الشطوط. يبقى هنا يقصد على هضبه الشطوط. دوله ترتفع بها الوفيات، انا عندي في بعض الدول العربيه بترتفع فيها الوفيات نتيجه الحروب او المجاعات. طيب في الرقم 4 هنا الصومال، برافو عليك، ترتفع فيها نسبة الوفيات هتبقى بسبب المجاعات. رقم 5 هضبة، ايه الشرطة الكبيرة؟ عايز يقول ان الهضبة دي كبيرة جدا، هتبقى هضبة افريقيا الشمالية. وهضبة افريقيا الشمالية دي تعالوا نفتكر ان هي تمتد من جبال البحر الاحمر شرقا حتى سواحل المحيط الاطلنطي غربا، ومن سواحل البحر المتوسط شمالا حتى وسط افريقيا جنوبا. رقم 6 جبال التوائية، جبال التوائية عندي 4 جبال، كردستان، زاجروس، عمان، وأطلس. طيب تعالوا نشوف هو هنا بيشاور على ايه، بيشاور على رقم 6
احنا اتفقنا ان حرف السين مقلوب دي كردستان. طيب مين الجبال اللي تحتيها على طول؟ هتبقى جبال زاجروس. ممتازين. طيب رقم 7 هنا بيتكلم على الخليج، طبعا المفروض ان احنا كلنا عارفينه، هيبقى ده الخليج العربي. رقم 8 جبال، تعالوا نبص ايه الجبال اللي تقع في شمال او على الحدود الشماليه للوطن العربي وتحديدا فوق الجناح العربي الاسيوي، هتبقى جبال طوروس. رقم 9 هضبة لسه قايلين ان شبه الجزيره العربيه، اللي هي كل المنطقه دي شبه الجزيره العربيه، مين الهضبه اللي عندي موجوده في الشمال؟ هتبقى هضبه باديه الشام. اخر حاجه عندي مضيق، تعالوا نبص بسرعه على رقم 10، هنلاقي ان المضيق ده المضيق اللي بيقال عليه انه مضيق عربي خالص، اللي هو مضيق باب المندب، لان بتشرف عليه دولة جيبوتي من هنا وبيشرف عليه دولة اليمن من الجهة الاخرى. من اهم الاسئلة اللي بنتعرض لها في الامتحان زي الخريطة بالظبط، ما ينفعش نشوف امتحان من غيرها، هي ما المقصود؟ ممكن يجي بصيغة ما المقصود، او ممكن يجي بصيغة اكتب ما تشير اليه العبارة الاتية. ما المقصود هيجيب لي التعريف وانا اكتب هو معناه ايه، او اكتب ما تشير يجيب لي انا بتكلم عن، يجيب لي شرح وانا اكتب انت بتتكلم عن ايه. طيب تعالوا نشوف الحاجات اللي انا هحضرها لكم النهارده. ما المقصود بالموقع الفلكي؟ كنا خدنا في اول درس الموقع الفلكي والجغرافي للوطن العربي، وتعالوا نتذكر مع بعض يعني ايه موقع فلكي. موقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. اما الموقع الجغرافي فهو موقع المكان بس بالنسبه لليابس والماء. الأهمية الاستراتيجية، ودي اتكلمنا عنها، إن الوطن العربي يملك أهمية استراتيجية كبيرة جدا. يعني إيه أهمية استراتيجية؟ هي أهمية المكان وقت الحرب والسلم والأزمات. في الدرس الثاني الخاص بالتضاريس كان فيه تعريفات كتيرة شوية، وخدنا أول حاجة ما المقصود بالحركات الالتوائية. الحركات الالتوائية هي حركات باطنية تؤدي إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة زي لسه قايلين كردستان، زاجرس، وعمان، واطلس. اما الحركات الانكساريه فهي حركات باطنيه ايضا، ولكن بتصيب الصخور الصلبه، فيرتفع جزء يكون الجبال وينخفض الجزء الاخر ويكون البحار، زي ما احنا ادينا امثله عليها اللي هو جبال البحر الاحمر وجبال الشام. رقم 3 من الحركات الباطنيه اسمها الثورات البركانيه. طب ما المقصود بالثورات البركانيه؟ هي حركات باطنيه تؤدي إلى ظهور جبال وهضاب بركانية. كده خلصنا الحركات الباطنية، تعالوا ننتقل للحركات الخارجية. الحركات الخارجية عندي تعرية مائية وتعرية هوائية. ما المقصود بالتعرية المائية؟ هقول له هي حركات خارجية تتمثل في نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها بها مكونة الدلات والشواطئ. الدلات دي في حالة إن المية دي تكون مياه عذبة، والشواطئ تبقى نتيجة تعرية مائية جاية من البحار. أما التعرية الهوائية هنلاقي إن تعريفها شبه المائية شوية، بس هنغير حاجات بسيطة. هي حركات خارجية تتمثل في نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها، بس مكونة المرة دي الكثبان الرملية. اتكلمنا كمان عن الواحات، وقلنا يعني إيه كلمة واحات؟ قلنا هي أراضي منخفضة في الصحراء صالحة للحياة. ليه صالحة للحياة؟ لأن فيها مياه جوفية ويعمل سكانها بالزراعة. الأودية الجافة ده تعريف واضح جدا جدا من اسمه. يعني إيه كلمة أودية جافة؟ هي أودية كانت تملأها المياه قديما ثم جفت. طب بالنسبة للسهول، لما يجي لي يا شباب السهول بس نخلي بالنا، أو لما يجي لي سهول فيضية ليها تعريف، سهول ساحلية ليها تعريف، سهول صحراوية ليها تعريف. يبقى لما يجي لي سهول فقط ليها تعريف، أو لما يجي لي نوع من أنواع السهول هيبقى ليها تعريف مختلف تماما. طيب لما يجي يسألني ما المقصود بالسهول ويسكت، هقول له هي أراضي سهلية منبسطة من سطح اليابس تتميز باستواء سطحها. أراضي سهلية منبسطة من سطح اليابس تتميز باستواء سطحها. أما السهول الفيضية يا أولاد هوصف شكلها وأقول له مين كونها. هي أراضي مستوية أو شبه مستوية كونتها الأنهار. إزاي؟ عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها على جانبي النهر. يبقى ما المقصود بالسهول الفيضية؟ أراضي مستوية أو شبه مستوية كونتها الأنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها على جانبي النهر. أما السهول الساحلية هوصف شكلها وأقول موجودة فين؟ أقول له هي أراضي مستوية أو شبه مستوية برضه. مختلفة الاتساع، في أماكن بتبقى واسعة فيها وفي أماكن بتبقى ضيقة فيها. موجودة فين؟ تمتد على سواحل البحار والمحيطات.
اما السهول الصحراويه فهي جديده عندي، ما درستهاش خالص قبل كده. يعني ايه سهول صحراويه؟ هقول له سهول كونتها الرياح عن طريق النحت او الارسال. دلوقتي هنتكلم على اهم التعريفات الخاصه بوحده السكان. وحدة السكان فيها تعريفات، من التعريفات المهمة جدا جدا اللي نخلي بالنا جدا واحنا بنذاكرها ونعرف نفرق كل تعريف والتاني معناه ايه. طيب نبدأ بالنمو السكاني. يعني ايه كلمة نمو سكاني؟ يعني زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. زيادة أعداد السكان خلال فترة زمنية معينة. أما الزيادة الطبيعية هو زيادة أعداد السكان الناتجة عن، وهعمل عملية ماينس صغيرة ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، يبقى زيادة ناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طيب ما المقصود بالزيادة غير طبيعية أو ما المقصود بالهجرة؟ هما الاثنين هيبقى تعريفهم هو انتقال الفرد من مكان إلى آخر بهدف العمل أو الإقامة. الكثافة السكانية هي برضو عملية حسابية، هقول له هي نسبة عدد السكان على المساحة اللي بيعيشوا عليها. عدد السكان على المساحة اللي بيعيشوا عليها. أما بالنسبة لتعريف المشكلة السكانية هقول هي علاقة غير متوازنة ما بين حاجتين، ما بين عدد السكان والموارد المتاحة. المشكلة السكانية تعريفها علاقة غير متوازنة، واحدة زيادة وواحدة أقل، ما بين إيه الزيادة وإيه الأقل؟ يا إما عدد السكان يبقى كتير والموارد تبقى قليلة، يا إما الموارد تبقى كتير وعدد السكان يبقى قليل. يبقى علاقة غير متوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة. ما المقصود بالعشوائيات؟ هوصفها. يعني إيه كلمة عشوائيات؟ هي منطقة يا إما حول المدينة أو بداخلها بنيت بدون تخطيط وتفتقر للمرافق والخدمات. العشوائيات منطقة تنشأ حول المدن الكبرى أو داخلها بنيت بدون تخطيط وتفتقر للمرافق والخدمات. قوة العمل من أكثر التعريفات اللي بننساها سنة تانية إعدادي. يعني إيه قوة العمل؟ هقول هما عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء يعملون أو يبحثون عن عمل. هناخد بقى سؤال تاني من الأسئلة اللي ليها تقلها وليها درجاتها، وهو سؤال قارن. يجي يقول لي قارن بين جبال أطلس وجبال الشام من حيث الموقع، النوع، التكوين. أنسب طريقة لحل السؤال ده بشكل حلو جدا هو الجدول. هعمل جدول وأقول أنا عايز أقارن ما بين إيه وإيه هنا، والحاجات اللي عايزني أقارن من خلالها بحطها على جنب هنا. طب هنا عايزني أقارن من حيث الموقع والنوع والتكوين. موقع جبال أطلس هقوله دي موجودة في الجناح العربي الأفريقي في دول المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس. أما جبال الشام موجودة في الجناح العربي الآسيوي، فين بالظبط؟ عند الساحل الشرقي للبحر المتوسط. نوع جبال أطلس جبال التوائية، عمالين نقولها من أول الحصة. أما جبال الشام نوعها جبال انكسارية. تكوينها هقول له جبال أطلس هي عبارة عن سلاسل جبلية، أهمها أطلس التل في الشمال، أطلس الصحراء في الجنوب، يقطعها في النص هضبة اسمها هضبة الشطوط. أما جبال الشام هي سلاسل جبلية أيضا تنحصر بينهم سهول، في النص ما بينهم سهول، والسهول دي بيجري فيها الأنهار. من أهم الأنهار نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. سؤال قارن تاني، قارن بين الحشائش المعتدلة والحشائش الحارة، أو قارن بين الاستبس والسافانا من حيث الموقع أو الحيوانات. طيب أقول له الاستبس أو الحشائش المعتدلة تنمو بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، أما السافانا تنمو في الإقليم المداري. أهم الحيوانات اللي بتعيش في الأماكن اللي فيها الاستبس هي الأغنام والماعز، وده اللي بيدي للاستبس أهمية اقتصادية. أما الحيوانات اللي بتعيش في السافانا ومديها أهمية اقتصادية هقول له هي تعتبر حديقة حيوان طبيعية، لأنه يعيش فيها حيوانات آكلة العشب كالأفيال والزراف، وحيوانات آكلة اللحوم كالأسود والنمور. آخر قارن عندي قارن بين دولة الكويت ومصر من حيث المشكلة السكانية في كل منهما. هقول له المشكلة السكانية اللي موجودة في الكويت هي إن لديها فائض كبير جدا في الموارد ولكن عندها عجز في السكان. أما مصر عندها فائض في السكان وعجز في الموارد. تعالوا مع بعض ننتقل لسؤال تاني ومن الأسئلة اللي برضه عمرك ما هتشوف امتحان من غير سؤال بما تفسر. بما تفسر خدناها من سنة رابعة ابتدائي وبنعيد ونزيد فيها معناها ليه؟
معناها لماذا، اقرا السؤال واقول ليه. الاهميه الحضاريه للوطن العربي، ليه الوطن العربي ليه اهميه حضاريه؟ ده لان قامت عليه الحضارات القديمه، ففي الجناح العربي الافريقي قامت الحضاره المصريه القديمه، اما في الجناح العربي الاسيوي قامت حضاره بلاد الشام، حضاره بلاد العراق، حضاره بلاد اليمن. يجي يسالني سؤال تاني، للوطن العربي اهميه دينيه ليه؟ هقول لي لانه مهد للاديان السماويه، نزلت عليه اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه، كما يوجد به العديد من الاماكن المقدسه التي ياتيها السكان والناس الى الان من كل العالم، زي الكعبه المشرفه في السعوديه وكنيسه المهد والمسجد الاقصى في فلسطين. سؤال رقم ثلاثه، الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه لوطننا العربي. من الأسئلة المهمة جدا الخاصة بالدرس الأولاني، ليه الوطن العربي ليه أهمية اقتصادية واستراتيجية؟ ده بسبب تنوع موارده الاقتصادية، كمان إن الوطن العربي بيوجد في أراضيه البترول والغاز الطبيعي، كمان الوطن العربي نتيجة لموقعه الجغرافي أصبح يتحكم في طرق التجارة العالمية من خلال إن هو بيتحكم في 4 ممرات مائية هامة، مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، وقناة السويس. كمان بيشرف على 3 أذرع مائية هامة، البحر الأحمر، البحر المتوسط، والخليج العربي. وأنا بعتبر السؤال ده من أهم الأسئلة اللي موجودة عندك في الدرس الأول. يجي يسألني سؤال تاني، تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي، ليه الوطن العربي عنده تنوع في الموارد الاقتصادية؟ هقول له ده بسبب إن بيتنوع فيه الأقاليم المناخية، وبيتنوع في الحياة النباتية، وكمان عنده تنوع في التكوينات الجيولوجية. تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة، أكيد الوطن العربي ما عملش كده في نفسه، هنقول إن الوطن العربي يمتلك موقع استراتيجي هام، وده عرضه للاستعمار الأوروبي الذي قام بنهب خيراته وتقسيمه إلى دول مختلفة المساحة وعدد السكان. ناخد سؤال تاني، ظهور الأحياء العشوائية حول المدن، إيه اللي بيخلي فيه عشوائيات أصلاً؟ إيه السبب في كده؟ هقول له بسبب هجرة سكان الريف إلى المدن. ليه يفضل سكان لبنان واليمن سكن المرتفعات؟ طبعاً إحنا عارفين إن السكان في الوطن العربي بيفضلوا يعيشوا في الأماكن السهلية اللي هي في السهول، إلا سكان لبنان واليمن، إشمعنى هم الوحيدين اللي بيحبوا يعيشوا فوق المرتفعات؟ هقول ده بسبب اعتدال المناخ فيها. الأهمية الاقتصادية للحشائش المعتدلة أو الاستبس، الحشائش المعتدلة هي الاستبس، دي جاوبناها من شوية، قلنا إن هي يربى عليها الأغنام والماعز. ليه الأودية الجافة لها أهمية اقتصادية كبيرة؟ هقول له لأن يسهل إن إحنا نستخدمها كطرق للمواصلات، ويسهل الحصول منها على المياه الجوفية. سؤال رقم 9، ارتفاع نسبة الإعالة في الوطن العربي. هنا هفكرك وأقول لك إن كلمة إعالة معناها الناس الغير قادرة على الإنفاق على نفسها، الناس ما بتقدرش تصرف على نفسها. ليه عندي ناس كتيرة في الوطن العربي ما بتصرفش على نفسها؟ ده من أسهل الأسئلة والمتكررة. هقول له ده بسبب ارتفاع نسبة صغار السن نتيجة كثرة الإنجاب، وبسبب ارتفاع نسبة كبار السن، وارتفاع نسبة من هم في التعليم، وارتفاع نسبة البطالة. من الأسئلة برضو اللي بنشوفها اختلاف الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية في الوطن العربي. ساعات يجي السؤال كده ويبقى عايزني أتكلم على أنواع أو أهمية السهول الساحلية كلها، وساعات يجيب لي نوع واحد مثلا يقول لي سهول البحر الأحمر أهميتها إيه، أو سهول البحر المتوسط أهميتها إيه. على العموم أنا لو جاوبت السؤال ده هيبقى سهل بالنسبة لك إن أنت تجاوب السؤالين التانيين. لما يجي يقول لي اختلاف الأهمية الاقتصادية للسهول الساحلية، هقول له لأنها تختلف في الموارد والاستخدامات، فسهول البحر المتوسط تتميز بصلاحيتها للزراعة، أما سهول البحر الأحمر والخليج العربي فليها أهمية كبيرة جدا حيث يستخرج منها المعادن ومصادر الطاقة. ممكن يجي لي سهول البحر المتوسط فقط، فساعتها هتكلم إن هي سهول صالحة للزراعة لوجود الأمطار الشتوية، أما لو جه كلمني عن أهمية سهول البحر الأحمر والخليج العربي هتكلم إن أنا بستخرج منهم المعادن ومصادر الطاقة الهامة. مع آخر بعض الأسئلة في بما تفسر، يجي يقول لي انخفاض نسبة الوفيات في الوطن العربي، ليه الوطن العربي ما فيهوش نسبة موت كتير؟ طبعا ده ناتج لتحسن الأحوال الصحية، ارتفاع مستوى المعيشة، تقديم الرعاية الطبية للأطفال، كل هذه الأسباب أدوا إلى انخفاض نسبة الوفيات. تزداد كمية المطر في السفوح المواجهة للبحار، إيه السبب في كده؟ هقول له نتيجة اصطدام الرياح المحملة ببخار الماء بالمرتفعات، فتؤدي ان السفوح المواجهه للبحار تسقط فيها كميه كبيره جدا من الامطار، على عكس المناطق الداخليه او منطقه ظل المطر بيسقط عليها كميه قليله جدا من الامطار.
طيب بما تفسر التناقص المستمر للبدو الرحل، ليه البدو الرحل بيقلوا؟ طب يا ترى بيروحوا فين؟ هقول له ده لعدة أسباب. هقول له لتحول أعداد كبيرة منهم للعمل بالتعدين، جزء منهم بيشتغل بالتعدين، جزء منهم بيهاجر ويروح يسكن في القرى أو المدن القريبة، وأخيرا قيام الدول العربية بتوطينهم. يعني إيه توطينهم؟ بتسكنهم. طب ليه؟ بهدف تعمير الصحراء. مع آخر سؤال، بما تفسر اللي بيقول تؤثر التضاريس على توزيع السكان في الوطن العربي؟ ممكن يجيلي بما تفسر أو ممكن يجيلي دلل. إيه الدليل؟ هقول له إن يتركز أو نسبة كبيرة جدا من السكان يتركزون في المناطق الساحلية وبيقلوا في المرتفعات، ولسه قايلين ما عدا سكان لبنان واليمن. من ضمن الأسئلة برضو اللي بنشوفها كتير جدا في الامتحانات هي ما النتائج المترتبة على، يعني ما بين قوسين إيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وات هابن بعد اللي انا هقوله كده؟ الموقع الجغرافي للوطن العربي، ايه اللي حصل عشان الوطن العربي ليه موقع جغرافي مهم جدا؟ هقول ان الموقع الجغرافي للوطن العربي ده ادى الى زياده اهميه الوطن العربي الاقتصاديه والاستراتيجيه، وطبعا لما زادت اهميته الاقتصاديه والاستراتيجيه عرضه للاستعمار الاوروبي. ما النتائج المترتبه على غزاره الامطار على جبال الاطلس ومرتفعات العراق؟ عندي الجبلين دول بيتعرضوا ليه غزارة في الأمطار، إيه النتائج اللي هتترتب على كده؟ هتؤدي إلى نمو الغابات المعتدلة لأنها بتحتاج مطر كتير جدا ومحتاج حرارة معتدلة، ومن أهم أشجاره البلوط الفليني والزيتون والأرز. طيب ما النتائج اللي ترتبت إن الوطن العربي تعرض للاستعمار الأوروبي؟ عمل إيه؟ أقول له أدى إلى تقسيم الوطن العربي لدول مختلفة المساحة وعدد السكان، وكمان الاستعمار ده وضع حدود مصطنعة بين الدول العربية، أدت فيما بعد إلى ظهور المشكلات السياسية بين الدول، ومن أهم المشكلات السياسية بين الدول اللي موجودة عندي مشكلة فلسطين، وعندي مشكلة الجزر الإماراتية في الجناح العربي الآسيوي، وعندي في الجناح العربي الإفريقي مشكلة جنوب السودان ومشكلة دارفور وسبتة ومليلة المغربية. طيب ما النتائج اللي ترتبط على وقوع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ضمن الإقليم المداري اللي هيترتب على كده؟ هنقول إن هي هتتأثر بالمناخ بتاعه، هيؤدي إلى ارتفاع حرارتها صيفا مع وجود أمطار، اعتدال مناخها شتاء مع الجفاف. ولو كتبنا النبات الطبيعي اللي هيكون موجود فيها، دي حاجة برضو تدي إجابتنا طول. ما النتائج المترتبة على توافر وسائل نقل ومواصلات؟ لما يحصل توافر نقل ومواصلات، ايه النتيجه اللي هتترتب على كده؟ هيترتب عليه ان المنطقه دي هيبقى فيها زياده في اعداد السكان، وكمان هيبقوا مستقرين فيها. طب ما النتائج اللي هتترتب على وجود صراعات وحروب في بعض الدول العربيه؟ مش محتاجه تفكير، مش محتاجه منهج يدرس، هتؤدي الى يا اما ارتفاع نسبه الوفيات، يا اما وبالتالي هيؤدي الى قله الكثافه السكانيه فيها. اهتمام الوطن العربي بالتعليم، ايه اللي هيحصل؟ هقول ان هيزداد نسبة الملتحقين بالتعليم. فآخر نسبة عارفينها ان يزداد التعليم ما قبل الجامعي لنسبة 65.5% من جملة السكان. ما النتائج اللي هتترتب على توافر المياه الجوفية في الواحات؟ هيتوافر السكان وهيزداد أعدادهم وهيعملوا بالزراعة. بكده يا شباب نكون جمعنا أهم النقاط وأهم المعلومات اللي موجودة في منهجنا. ذاكروا كويس، مع تمنياتي ليكم بالنجاح والتوفيق. مع السلامة.